أحسن الله إليك. فقد سائل يقول: قلت هل يجوز الصوم يوم السبت والأحد والاثنين كفارة لله؟ ما هي الأيام التي يكره فيها الصيام؟ الكفارة يصومها في أي السبت والأحد، يصوم الكفارة ما فيها، لأنه لم يحدد لها أيام معينة. الله تعالى يقول: فصيام ثلاثة أيام، ولم يحدد في أيام محددة. وأما الصوم الذي يكره، قالوا يكره إفراد رجب، إفراد شهر رجب، وإفراد يوم الجمعة، وإفراد يوم السبت، هذا الصوم الذي يكره. ويحرم صوم يوم العيدين وأيام التشريق إلا عن دم نسعة أو قران. نعم، ويحرم على الحائض الصوم أيام الحيض والنفاس